قبل ما نبلش الفيديو حابب ضوي على مسألة كتير مهمة، وهن إخواننا الفلسطينيين هلأ حاليا عم يتعرضوا لكافة أنواع الظلم والعدوان من العدو الإسرائيلي اللي ولا إنسان على وجه الأرض، الكان مسيح الكان مسلم الكان شو دينه، ولا واحد ما بيستنكر هذا العمل الغير إنساني اللي عم بيصير. هتسألوني إنه ليش عم جيب هيدا السيرة وليش عم جيب شغلات سياسية يا إخوان؟ للأسف بعالمنا العربي قبل العالم الأجنبي عم بيصير فيتعتيم بشكل مش طبيعي يعني يا إخوان على الشيء اللي عم بيصير. يعني هذا الظلم وهالعدوان، العائلات الفلسطينية كل يوم عم يفقدوا شخص عزيز، أطفال، ناس ما خاصة بشيء، يعني عم تتعرض لشغلات مش منيحة. فيا إخوان بعرف إنه هذا الحكي كله أصلاً مش رح يفيد ومش رح يقرب ويأخر، بس نحن يا إخوان كعرب لازم نضوي على هالمسألة، لازم نستنكر الشيء المقرف اللي عم بيصير. يعني هذا الشيء غير إنساني. شو بدي أقول لكم، يعني كل يوم في 10-20 قتال من هذا الأطفال. يعني رفيقي أنا اللي عم يلعب معه ببجي نيوستات نزل حد بيته قذيفة. شو بدي أحكي، شو بدي أحكي الواحد؟ فبس يا إخوان بديش طول عليكم، خير روح موضوع الفيديو. فيديو اليوم إذا الله راد لح نفرجيكم جيم بلاي على الايباد برو 2021، جيم بلاي لوارزون موبايل. بعد لحد هلأ على اليوتيوب كله ما حدا نزل جيم بلاي، يعني كان كل عم ينزل S20 ألترا، آيفون 13 برو ماكس، بس لحد هلأ ولا حدا نزل عن ايباد أو شيء جيم بلاي عن الايباد. فالمهم يسعد أوقاتكم جميعا ويرجيكم فيديو جديد عن وارزون موبايل. إذا المرة عم تشوفنا على اليوتيوب مهتم باللعبة حط لايك وسبسكرايب وبس، خير روح على الجيم. Let's go baby. بسم الله يا كريم، اول جيم بلاي للايباد برو 2021 سرب لنا اياه واحد صيني. للاسف يعني ما سربوش على اليوتيوب، سربوا على منصه صينيه، لذلك سحبته من هذه المنصه الصينيه وجبته لهون حتى نشوفه. بس شكله هو نزله اليوم، هو سربه اليوم للجيم بلاي او يمكن امبارح مش متذكر يعني بالضبط، بس انه بالليل عاد بالليل لقيته. بس يا اخوان الفكره انه هاي الجيم بلاي يمكن مش الابديت الجديد، يعني هلا كله ببين اذا الله راد هلا بعد شوي، بس شكله مش بالابديت الجديد لعبين. بس في تقريبا شيء على المنصه الصينيه في تقريبا شيء 200 جيم بلاي. صوروا لحد وين قديش الصينيه عندهم طريقه دخول على اللعبه، عاطينهم يعني في ناس كتير من الصين عم تجربها للعبه. واكبر دليل انه هالمنصه الصينيه مليانه جيمات بلاي للايفون، للايفون عفوا 13 برو ماكس. فا بدناش ان نوجه لكم راسكم بهاي القصص، خلينا نركز على الجيم بلاي. بهاي الجيم بلاي والله شكله يا اخوان مش بالابديت الجديد. بهاي الجيم بلاي ما في كتير ووتر مارك، ما في هيك شغلات سوداء مخفيه، تقريبا الجيم بلاي واضح كله. ها بس كمان كيف ما كان بضل العب من ديسترو لهيداك. طبعا هون مش عم يلعب اذا ملاحظ، عم يلعب بالتاتش. لا مش عم يلعب بالتاتش، عم يلعب شكله بال شو اسمه الجويستيك. صحيح كل حد هلا ست كليت والكليات الباقيه على الطريق، لانه اذا الله راد ما فيش لعيبه كتير، في كم لعيب بس بالجيم، ما فيش لعيبه كتار يعني. اوكي اها كل حيموت. ابا هاي كل حيموت، مات وشبع موت. طبعا يا اخوان هي الصوره تبع الايباد هي هيك مزمومه شوي، بس انا خليتها تصير عريضه. اوكي اول مره على فكره بنلاقي، بس يوصل لهي المرحله بفرجني انه من الاول. ها على فكره مش حيلعب ضد بوت، رح يلعب ضد لعاب لانه نطراه، بس نطراه يعني حيلعب ضد لعاب حقيقي. فهلا حنشوف اول تحدي بقلب هيدي ضد لعيب حقيقي، فلن نشوف مين حيغلب الثاني. اوكي عم يلعب بحزن. الله 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 شو عمل بدمه، هذا لعيب حقيقي 100% يا اخوان، شفتوا شو عمل بدمه؟ اوكي حينزل هلا على الماب ويرجع للماب. لكن رجع للماب في يا اخوان جيمات بلاي بالهبل، في عندنا شي 100 فيديو جيم بلاي. يا الهي يا اخوان احنا شبعكم يعني من راسكم لكعب جريكم جيمات عن وارزوم. اذا الله رد يعني مش حنقي الجيمات قد ما في، حنقي الجيمات بعد الابديت، لانه بعد الابديت تحسن كتير الجرافيك. هذا الجيم بلاي على الاغلب يعني انا تاكدنا 100% انه قبل الابديت مش بعد الابديت. بتعرفوا انتم بعد الابديت تحسنت كتير شغلات، صار فيك تستخدم اللود اوت، الجرافيك مغير كليا مش مثل هلا. فيا اخوان ما تاخذوش فكره عن الجرافيك، لانه الجرافيك حاليا من ازبل ما يكون، لا محسن ولا شحار ولا تعتير. بس عم نشوف الجيم بلاي على الايباد، وطبعا انا هي الصوره اكثر ومثل ما قلت لكم مش عريضه لهالدرجه، انا عرضتها حتى تكون نكمل الفيديو ككل. اوكي لحد هلا 13 كل.
شال ابد ولا طلقه صابه. سيبه يرضى عليك، سيبه بدي اعرف شو الله جابه. اذا عم يلعب ايباد شو الله جابه يلعب على الجويستيك؟ ليش ما بيلعبش بالتاتش؟ اسهل له بكتير. اول مره على فكره بنشوف الجسر بهالاورب، ولا مره لحد هلا بجيم بلاي شفنا الجسر. اوكي مثل ما شايفين على الخريطه في قدامه اثنين، اها واحد وراه كمان. والله هذا شكله حيموت، في مليون واحد قدامه وراه. بس ضده بوتات على فكره، مش لعيب حقيقي. يعني بس لحد هلا مرق لعيب حقيقي واحد قدامه واللي هو ما بعرفش اسمه. هاي وقت اللي موت وبصير يتحدى واحد ضد واحد، حلبي واحد ضد واحد. اوكي راح ينوكو. هلا لو انه مثلا اللعبه رسميه كان في يعمل له فينش، حركه فينش مش حيزيدوها هلا، حيزيدوها بالباتل باس او بالسنداء كالعاده يعني. لمح واحد، اها يا محمد كم صاروا كل؟ 17 كل لحد هلا. ونسيت اقول لكم كمان يعني الجيم بلاي هو موجود على 4K، بس للاسف ما قدرتش امنه 4K لانه هاي المنصه الصينيه لحتى تلعب 4K او مثل ما عم بحكي لكم يعني لتلعب باعلى جوده او لتحضر باي جوده بدك تشترك اشتراك شهري. وكمان يعني كمان الاشتراك الشهري عباره عن 1068 فريم و 4K، فبس ال 1080 فينا نوصل ل 1038 فريم. فللاسف انا عم تشوفوا الجيم بلاي 30 فريم، ما عم تشوفوه 60 فريم للاسف. يعني حاولت حتى اشترك اشتراك ما بيقبلوش غير باي بال وويتشات. الباي بال محظور عندنا بلبنان والويتشات حصري بس للصينية. فيا ريت يعني لو اقدر امنكم الجيمات بلاي بال 4K. يا محمد لا تكيفوا، شو 4K يا اخوان؟ يعني عم تشوفوا كل تفاصيل اللعبة كأنك عم تلعبها قدامك. طبعا مثل ما لاحظنا ولا لاج على الايباد برو، اللعبة سلسة 100%. فلذلك وقت اللي كنا عم نشوف جيمات بلاي مش منيحة كان التليفون هو المشكلة، كان تليفون متوسط على الاغلب او اقل من متوسط. بس على الايباد ما شاء الله يعني الاوبتمايزيشن توب، ولا لاج ولا شيء. جرافيك يعني قبل الابديت مقبول. اوه جاي الزون ما لحقش فوت علي الزون الا بس كمان بينقص الدم بسرعة، بنقص الدارع مش بس الدم كمان الدارع. اوكي هاي الكل 21 اذا الله راض. نور يا عيني يا عيني. هل اللي ضده لاعب حقيقي؟ يا محمد شو لعب؟ شو لاعب حقيقي؟ طلع بده سنه لحتى عرف يشل السلاح من ظهره ويقوس. اها كل 23 اوهو، بعد في كل واحد بيصيروا 24 كل. كم بيطلعوا؟ اوه بيطلعوا دزين تاني يا اخوان، دزين تاني كليت. اها عمليه البحث عن اخر واحد. بعد اها بلش سكر الزون. وينك وينك يا ناموسة؟ لك وينه طلع؟ خلص خلص ربح الكيل، ربح الجيم. اي شيء يعني. بلعوا قنبله. اي موت. فكرة ضده لعيب حقيقي مش لعيب نوب. اكيد لعيب نوب عفوا، مش انه بس انه مش بوت، لعيب حقيقي. فبس يا اخوان هذا هو الجيم بلاي. بعد في كثير جيمات بلاي، فعد في جيمات على الايفون 13 برو ماكس ما بتخلصش. فبس سلام.